مساء الخير وأهلا بكم من جديد. في ذروة الاستنفار الأمني الإسرائيلي نفذ الفدائي ضياء حمارشة عمليته في بني براك شرقة تل أبيب، عملية انعكست لدى المستوطنين تزايدا في فقدان الثقة بأجهزة الاحتلال الأمنية، ولا سيما أن عملية الشهيد حمارشة هي الثالثة من نوعها خلال أسبوع واحد. 11 قتيلا إسرائيليا في غضون أيام قليلة شكلت صدمة وقلقا عميقين عبر عنهما المسؤولون الإسرائيليون، ولا سيما أن العمليات تمت في مساحة جغرافية داخل ما يسمى بالخط الأخضر. اليوم رفعت قوات الاحتلال مستوى التأهب إلى حده الأقصى، لكن يبدو أن العمليات الفدائية قادرة على تجاوز هذه الإجراءات وربما بخطوات. فماذا عن المقبل من الأيام؟ هل تكر سبحة العمليات الفدائية في عمق الأراضي المحتلة عام 48، خصوصا ونحن على أبواب رمضان؟ وإذا حصل فما السيناريو الإسرائيلي المتوقع، ولا سيما أن أصداء عملية سيف القدس ما زالت تطارد الإسرائيليين بكل مستوياتهم؟ أهلا بكم إذن في هذه التغطية المستمرة بمواكبة هذه العمليات وذكرى يوم الأرض. كذلك من ذكرى يوم الأرض 46 نبدأ هذه التغطية، حيث تشهد الأراضي المحتلة ولا سيما عام 48 فعاليات ومسيرات تختتم بمهرجان مركزي في قرية دير حنة في الجليل. من هناك تنضم إلينا البداية معك الزميلة هناء محميد مراسلة الميادين، ولا سيما مع الذكرى 46 لإحياء يوم الأرض، ما يمكن اليوم الحديث عنه أو بتشبيه هذه المشهدية بما يحصل اليوم من عمليات بطولية وتسارع وتيرة هذه العمليات في داخل أراضينا المحتلة بما جرى عام 76؟ نعم وفاء، نتواجد الآن في قرية عرابة. هذه القرية هي أيضا دفعت الشهداء والجرحى في العام 76 في 30 آذار في يوم الأرض الأول. هنا يعني بدأ يحتشد عدد من الأهالي والنشطاء يعني استقبال المسيرة التي ستصل إلى هذه المنطقة بعد قليل من مدينة سخنين. المسيرة انطلقت من سخنين وصولا إلى هنا عرابة، ومن ثم ستتوجه أكثر نحو الشرق حتى قرية دير حنة حيث سيعقد المهرجان المركزي. وهذه المسيرات هي مسيرات تقليدية وتجرى في كل عام وتنظم في كل عام، ويأدب الفلسطينيون على المشاركة بها، ولا سيما كما نلاحظ أيضا من الأجيال الصغيرة الشباب والفتية الفلسطينيين هنا من أهالي منطقة الجليل الفلسطيني حيث انطلق يوم الأرض الأول. وفى يعني المهم في هذه الذكرى أن الفلسطينيين يؤكدون مرة تلو الأخرى انتمائهم الفلسطيني، هذا واحد. اثنان، وحدة الأرض الفلسطينية في كل مكان، وأيضا صيانة الوعي والذاكرة والرواية التاريخية والسياسية للهوية الفلسطينية وللشعب في كافة أماكن تواجده. طبعا هذه الفلسطينيين رفع حالة التأهب الأمني الإسرائيلية. صحيح أن كل ذلك يعني يجري في عملية الأمس في بني براك والتي قتل خلالها 5 إسرائيليين، وبذلك ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين خلال أسبوع واحد والأسبوع الأخير إلى 11 قتيلا إسرائيليا في 3 عمليات متفرقة ومختلفة في مناطق مختلفة، من تقريبا الشمال في الخضيرة حتى الجنوب في بئر السبع، مرورا بعملية الأمس في بني براك. ولكن سبق هذا يعني رفع حالة التأهب الأمنية هذه أيضا موجة مسعورة من التحريض العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في كل المناطق في القدس المحتلة عشية شهر رمضان المبارك وأيضا عشية يوم الأرض اليوم في المناطق المحتلة عام 48، ولا سيما بأن عمليتين من العمليات الثلاثة نفذها فلسطينيون يحملون الجنسية الإسرائيلية من أم الفحم وأيضا من هنا.
للأسف الصورة تصل بشكل متقطع. هنا هل أنت جاهزة الآن أم أعتقد بأنه نتحول إلى ضيفنا أستاذ منيرة منصور من ثم نعود لاستكمال هذه الرسالة، وأنت تتحدثين بشكل واضح يعني عن محاولة إسرائيلية بكي الوعي لهؤلاء الشبان لهذه تحديدا للمواطنين الفلسطينيين المتجذرين بهذه الأرض، وهذه المحاولات باءت بالفشل. الدليل بأنه نتحدث كما ذكرت عن شبان من داخل الخط الأخضر ومن قلب أراضينا فيها 48. أنتقل إلى ضيفنا الأستاذ منير منصور المتحدث باسم حركة كفاح معنا من الجليل. أنطلق من ذكرى يوم الأرض، وهنا ماذا بقي للفلسطينيين أو إحياء يوم الأرض؟ ما الذي تعنيه لهم تحديدا بهذا التوقيت بهذا المسار المقاوم الذي وصلنا إليه في هذه اللحظة؟ نعم، يعني نحن نعود إلى المربع الأول، من هنا انطلقت شرارة الصراع العربي الصهيوني أو الفلسطيني الصهيوني، حيث الصراع على الأرض منذ العام 48، ونحن نواجه هذا الاحتلال الغاشم الذي احتل فلسطين، وأيضا صادر ما تبقى من أملاك وأراضي من الفلسطينيين الذين بقوا على أرضهم داخل ما بات يعرف لاحقا بالكيان أو بدولة إسرائيل، وحملوا الهوية الإسرائيلية فترة. نحن هنا في الداخل الفلسطيني نواجه سياسة التهميش وسياسة كي الوعي وتهميش الهوية وطمس المعالم العربية الفلسطينية والإسلامية من منطقتنا، وطبيعة الصراع وجوهره كان ولا زال على الأرض. لذلك نحن هنا دفاعا عن هذه الأرض الفلسطينية التي تبقت لنا، ندافع عنها ونحافظ أيضا على هويتنا. هويتنا مزدوجة، هي الأرض والإنسان معا. لذلك تحدثت عن جيل من الشباب الصغير الواعي الذي يملأ الشوارع هنا في عرابة، وهذا مؤشر جيد وطيب على أن بطولة سيئة السوق السابقة العجوز الشمطاء جولدا مئير التي قالت بأن الكبار يموتون والصغار ينسون، نحن نثبت هنا من خلال هذا التواجد الشبابي، وأقصد هنا شباب وصبايا من الجنسين بالطبع، ينفون هذه المقولة ويؤكدون على أن فلسطين كانت ولا زالت وستبقى عربية. وهذا الصراع يأخذ أشكالا مختلفة، أحيانا يكون على شكل مواجهة مسلحة، وأحيانا على شكل مسيرات و حتى يمكن ذكرت أستاذ منير المواجهة الثقافية، لأنه في محاولات كانت لكي الوعي لا سيما هذه الفئة من الشباب، وهنا تجديد هذا الانتماء بمحاولات مواجهة المحتل بمحاولات المستمرة لطمس المعالم والهوية الفلسطينية. اسمح لي أن أنطلق بالنسبة للداخل الإسرائيلي، يعني أصيب بحالة الصدمة الإرباك الأمني، إلى أي مدى هذه العمليات الثلاث نتحدث في أسبوع واحد، مقتل 11 إسرائيليا مستوطنا وكذلك جنديا، نحن نتحدث عن هشاشة المنظومة الأمنية، أي ضربة تلقتها الآن؟ نعم، يعني أستطيع أن أقول لك ومن خلال متابعتنا لتفاصيل الإعلام الأجري يتحدثون عن هستيريا كاملة لدى هذه الحكومة ولدى القيادة الأمنية، الجيش والقوى الأمنية الأخرى الاستخبارية وغيرها. نعم، هم في سوريا وإرباك، نحن نلاحظ هذا الإرباك والارتباك والتخبط في القرارات التي تتخذها القيادة العسكرية. باتوا عاجزين عن مواجهة هذا الوضع الذي استجد خلال هذا الشهر شهر آذار، وهم لا يدركون ولا يعرفون ما عليهم القيام به. نعم، بشكل كبير، ولم يتوقعوا حدوث مثل هذه العمليات داخل مناطق سكنية
والأهم من هذا أنه حتى هذه العمليات وكونها جرت أيضا داخل في المناطق التجارية الآمنة بشكل عام داخل البلدان، أن القتل يستهدف الجنود ورجال الأمن، وهذا يجب تسليط الضوء عليه. دائما كانوا يقولون تقتل عن شمال ويسار وبشكل عشوائي وهمج اطفال ونساء وكذا. الان نرى ان العمليات كلها انتقائيه وتستهدف رجال الامن وتستهدف الجيش وحركه الحدود والشرطه. اسرائيل اليوم في وضع مرتبط ومختلف عن الشهر الذي سبقه، وتمزح من رئيس الحكومه انه منذ توليه رئاسة الحكومة لم تحدث هناك مواجهات مسلحة ولم يحدث هناك قتل للمستوطنين اليهود أو الإسرائيليين. جاءت هذه العمليات وصدمته بقوة وصفعته. صحيح، وهذا إنجاز للعقل الفلسطيني من جديد أستاذ منير، يمكن كما ذكرت، لأن هذه العمليات أتت مثل القنابل الموقوتة التي تنفجر بوجه المحتل الإسرائيلي، وحتى رغم كل ما ينفقه على العمل الاستخباري هو غير قادر على كشفها قبل وقوعها. وهذه يمكن النقطة الأساسية التي ركز عليها المحللون الأمنيون والإسرائيليون أو المعلقون وكذلك الصحفيون في بعض الصحافة الإسرائيلية التي صدرت اليوم. أنتقل إلى ضيفنا أستاذ منير، سنكمل الحوار معك بطبيعة الحال، ولكن ينضم إلينا أيضا في هذه التغطية أستاذ بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني معنا من رام الله. مساء الخير أستاذ بسام. بداية أريد أن أبدأ معك بيوم الأرض، بإحياء يوم الأرض على بالتزامن وعلى وقع التصاعد العمليات الفدائية التي يقومون بها هؤلاء الأبطال. نحن أمام أي مشهدية ترسم اليوم؟ يعني أولا مساء الخير لك وللجميع. مساء النور. والمهم أن يوم الأرض الذي أكد منذ انطلاقته ومنذ إصرار جماهير شعبنا في الداخل على إحيائه، أكد على وحدة الشعب الفلسطيني وعلى تمسكه بحقوقه، وبات يوم الأرض الذي كان مبادرة إبداعية لجماهير شعبنا الفلسطيني في الداخل، بات عنوانا لوحدة الشعب الفلسطيني في كل مكان، وبالتالي لم يعد يقتصر التعامل في ذكرى يوم الأرض فقط مع جماهيرنا في الداخل، وإنما أصبح كذلك في كل أنحاء الضفة الغربية والعاصمة فلسطين القدس، بالإضافة إلى غزة وإلى مناطق الشتات المختلفة، بالإضافة طبعا إلى أنه أصبح رمزا لأحرار العالم في التضامن مع الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل حقوقه الوطنية التي تم اغتصابها منذ عام 48 وحتى الآن. وبالتالي اليوم يجري التأكيد من قبل الجميع على التمسك بنضالات شعبنا، على التمسك بحقوقه الوطنية، ويتم هذا بصوت واحد يعكس وحدة الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. الفصائل الفلسطينية أستاذ بسام كان في لها دعوة لتصعيد المواجهة، ولكن اسمح لي أنا سأذهب أكثر إلى الداخل الإسرائيلي. كيف قرأ هذا الحدث وهذه العملية النوعية؟ يعني بصحيفة معاريف المعلق العسكري يقول نحن أمام الحادثة الأصعب والأخطر في شهر أذار، وهي الفترة التي ترمز إلى حقبة دامية من العمليات بأرجاء الأكيان. هنا نحن أمام إجراءات رفع بمستوى التأهب إلى الحد الأقصى كما جرى في رمضان الماضي في عملية سيف القدس. نحن أمام أي تطورات؟ أي خيارات مفتوحة بالنسبة للفلسطينيين؟ وكذلك كما ينقل بأنه في وسطات طلبت إبعاد قطاع غزة عما يجري في القدس. المشهد الذي فاجأ الاحتلال الإسرائيلي هو الصورة التي ترسم للواقع القائم الآن، وهي صورة تتلخص بالتالي كما يريدون أن يروها، وأن الإدارة الأمريكية تستمر في بيع الوهم بأنها معنية في عملية سياسية لصالح ما يسمى في نظرهم الحقوق المتساوية أو المصالح المتساوية للفلسطينيين والإسرائيليين. هذا وهم مجرد، بينما أن الإدارة الأمريكية منحازة بالمطلق لإسرائيل ومتضامنة بشكل كامل مع كل سياساتها وممارساتها، وحتى الوعود البسيطة التي قامت بإعطائها
القيادة الفلسطينية من إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس أو إعادة فتح مكتب منظمة التحرير في الولايات المتحدة أو غير ذلك، حتى هذه المسائل لم تكن في هذه الإدارة، وبالتالي هناك بيع وهن مجدد من قبل الإدارة الأمريكية. إسرائيل إلى جانب ذلك تظهر كدولة تتعامل بعنصرية كاملة وتزداد مظاهرها يوما بعد يوم، سواء في الداخل أو تجاه أبناء شعبنا في كل مكان، تتعامل بغطرسة شديدة ولا تريد أن تسلم بأن القضية الفلسطينية هي محور الصراع ويجب حلها، وتستعيد عن ذلك بما شاهدناه يعني من ما قمة الكيبوتس التي عقدت في النقب، أو بمحاولة تصوير أن تحالفاتها مع بعض الدول العربية ستغطي على المشهد الفلسطيني بالأساس. والأمر الثالث أن هناك مع الأسف أيضا مشهد فلسطيني لا يزال فيه انقسام قائم، يحبط أبناء شعبنا بشكل كبير، ويضعف أيضا من الطاقة الكفاحية الموحدة للشعب الفلسطيني، وبالتالي إسرائيل كانت تبني على كل هذه. ولكن هذه العمليات ألم تؤكد سقوط هذه النظريات القائمة على التسوية التنسيق الأمني أستاذ بسام؟ وبالتالي إسرائيل كانت تريد أن تبني على هذه المشاهد سياسة استراتيجية كاملة للمزيد من العدوان على الشعب الفلسطيني. رد الفعل الفلسطيني سواء في المقاومة الشعبية الباسلة، سواء في النضال الوطني، سواء في مظاهر الموحدة كما شهدناها في المواجهات التي تمت العام الماضي، أيضا في روح البطولة التي يشهدها الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في عدم ترك الاحتلال الإسرائيلي في مأمن في أي مكان، سواء في داخل إسرائيل أو في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 67، كل هذا يظهر أن الاحتلال وممارساته يولد ردود فعل لدى الشعب الفلسطيني، شهدناها في العملية التي حصلت أمس، وشهدناها في العديد من المظاهر الأخرى في كل يوم. وبالتالي المشهد الذي تريد تكريسه إسرائيل يتم إفشاله بوسائل متنوعة، بمبادرات فردية أحيانا، بمبادرات تنظيمية أحيانا أخرى، ولكن كفاح الشعب الفلسطيني هو الصورة التي تعيد المشهد الفلسطيني إلى واقعه. ولذلك ما تم أمس وما قد يتم في كل وقت من الأوقات هو نتيجة مباشرة لاستمرار غطرسة الاحتلال وعدوانيته، ولا يمكن أن يكون للشعب الفلسطيني أي تسليم بذلك مهما كانت درجة هذا العدوان. سأتحدث يمكن معك أستاذ بسام، لأنك ذكرت الثوابت الوطنية، المسار السياسي، مواكبة هذا التحرك الميداني الكبير في كل جغرافيا فلسطين، ولكن اسمح لي بالنسبة للجبهة الداخلية الإسرائيلية أن أستمزج رأي أستاذ منير منصور ولسيما هو معنا من الجرير بقراءة هذه التحركات وهذه الأحداث. يعني كان في اجتماع ودعوة للكابينت للاجتماع أيضا في حكومة نفتالي بنت، لأنه نعود بالتاريخ إلى ما جرى بتبعات وانعكاسات سيف القدس التي أطاحت بمستقبل نتنياهو السياسي وأسقطت هذه الحكومة. اليوم أيضا مستقبل حكومة بنت هو مرهون بيد، أو هو أصبح بيد الفلسطينيين وليس بيد القرار الإسرائيلي أو القرار السياسي الإسرائيلي بكافة أطيافه. أستاذ منير، يبدو أننا فقدنا الاتصال بأستاذ منير منصور. أطرح عليك هذه الجزئية أستاذ بسام الصالحي بانعكاسات ما يجري الآن تحديدا في الداخل، داخل الخط الأخضر أو في العمق الفلسطيني المحتل، وما يسمى بالعمق السياسي والاقتصادي بالنسبة لإسرائيل. ما هو مصير حكومة بنت؟ ما هو مصير الجبهة الداخلية حتى الإسرائيلية؟ نعم، في اعتقادي أن هذه الحكومة ستذهب إلى مزيد من التصعيد في ردودها على هذا الوضع. هذه الحكومة أظهرت أنها لا تقل تطرفا عن حكومة نتنياهو، وبالتالي ربما تستغل هذه الأحداث من أجل توسيع حملة التحريض ضد أبناء شعبنا في الداخل. وسمعنا أفكار متنوعة من قادة هذه الحكومة ومن الأحزاب الداعمة لهم التي تتحدث عن سحب جنسيات وعن تهجير وعن أشياء أخرى مختلفة. ستزداد عدوانية المستوطنين المستعمرين سواء في القدس الغربية أو حتى في الداخل، وربما نشهد في هذه الحكومة حماقات وتصعيد أيضا عسكري ضد قطاع غزة، وكذلك في توسيع حملات الاعتقالات والاعتداءات على المسجد الأقصى وغيره. هذا هو في تقديري المسلك الأبرز الذي سيأخذ، يعني سلوك انتقامي ممكن القول أستاذ بسام. ولكن في مقابل ذلك أريد أن أقول أن
أن المظاهر القائمة الآن والأوهام التي تبنيها إسرائيل تشبه بشكل أو بآخر الحالة التي كانت قائمة في عام 85، 86، 87 قبل اندلاع الانتفاضة الشعبية الباسلة، بمعنى أن إسرائيل في ذلك الوقت توهمت أنها قادرة على سحق الحركة الوطنية الفلسطينية. ظهر لدينا في حين أن عالم عربي همش القضية الفلسطينية حيث لم تم تجاهلها حتى في قمة عربية عقدت في حينه في عمان، ومع ذلك فوجئ الجميع بأن الشعب الفلسطيني قلب كل هذه المعادلات وأعاد فرض نفسه على الساحة. نحن الآن رغم كل حالة الإحباط التي تحاول إسرائيل أن تبثها في لدى أبناء شعبنا الفلسطيني، نحن نرى بأن الاحتقان الداخلي الفلسطيني ضد الاحتلال سينفجر بهذا الشكل أو ذاك، ولهذا من المهم جدا أن يكون هناك إنهاء فوري للانقسام وخطاب سياسي موحد للعالم ولأحرار العالم وللشعوب العربية، يقوم على أساس تعزيز نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه الوطنية المشروعة وبناء استراتيجية وطنية موحدة كفاحية ذات طابع مشترك ومتفق عليه من الجميع. أعتقد بأنه أستاذ منير منصور عاد الاتصال معه، وآمل أن تكون قد سمعت كذلك وجهة نظر سيد بسام الصالحي بمآلات هذه الجبهة الداخلية الإسرائيلية ومصير حكومة بنت المتطرفة التي لا تقل يعني إجراما واضطهادا واستيطانا عن الحكومة السابقة، عن حكومة نتنياهو. أي سلوك انتقامي قد تتخذه من خلال الإجراءات الأمنية الواضحة، من خلال تقديرات المؤسسات الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية أستاذ منير، إلى أين تأخذنا بالمسار الداخلي الإسرائيلي، مسار الكيان؟ يعني صباحا استمعت إلى أحد من أعضاء الليكود، وهو أيضا مثله مثل بنت أنسري معروف بالآراء المتفرقة ضد العرب والفلسطينيين بشكل عام، وطرح اقتراحات كثيرة على الحكومة أن تقوم بها. اقترح مثلا منع الإمداد الفلسطينيين من الدخول إلى المناطق، سحب التصاريح من العمال الغزيين الذين اعطوا مؤخرا تصاريح عمل. اقترح ايضا اغلاق شامل وكامل للضفه الغربيه. اقترح زياده مضاعفه قوات الشرطه وحرس الحدود على الحد الفاصل بين الضفه الغربيه ومناطق فلسطين التاريخيه. اقترح ايضا القيام بالسيالات، البدء او العوده الى سياسه الاغتيالات وتضييق الخناق على غزه. انا اعتقد ان اسرائيل مسلومه وهي بارباك شديد، وبنت يضطر عاجلا ام اجلا الى اتخاذ خطوه غير مسبوقه لاعاده الوضع او اعاده الهدوء او لتنمية اسرائيل، لان اسرائيل دوله قويه واسرائيل قادره على حمايه نفسها. انا اعتقد انه قد يبدا امور اخرى تحديدا المعاشره، وقد تاخذ المنطقه الى اماكن ومناطق أخرى وفيها مجالات مواجهة أخرى. أما بنت عبارة يجب ألا ننسى أنه كان مسؤول عن مجلس المستوطنات وهو يهودي سنين متطرف، ولطالما افتخر بقتل عدد كبير من العرب في حين عندما كان في الجيش الإسرائيلي وفي لحظة انتخب لهذا الجيش. نحن على الفلسطينيين والعرب أن يكونوا على استعداد لمواجهة أي احتمال ممكن، لأن هذه الحكومة الآن أيضا تقاتل من أجل بقائها. الليكود والأحزاب الأخرى المنافسين لها بهجمة مسعورة على هذه الحكومة خاصة، وأما للأسف الشديد أن هذه الحكومة تعتمد في وجودها على بعض أعضاء كنيسة حرب، وبالتالي هم يحاولون رد الوجود والمعارضة للكنيسة، تحاول رد ما يسمونه بتهاجم الكنيسة
وبتراجعه بأنه يقع تحت طائرة أخضر من أعضاء الكنيسة العرب. وهذا غير صحيح. نحن نرى أن أعضاء الكنيسة العرب الموالين لهذه الحكومة يؤيدون كل خطواتها، وحتى هنا خطوات وقوانين كانت واضحة بجوهرها ضد العرب الفلسطينيين هنا بالداخل، وهؤلاء الأعضاء صوتوا معه. لكن الليكود يستغل وجود أعضاء عرب في هذه الحكومة لمهاجمة بلد. وعليه نحن نعتقد أن إسرائيل قد تقدم على أي فعل ممكن لاسترداد أولا هجبتها للحفاظ على الحكومة، وأيضا لكي تتمكن المواطنين اليهود الإسرائيليين الذين يشعرون بالخوف الشديد ونسمعهم يقولون أنهم لا يستطيعون التجول في الشوارع بأمان، وهناك شبه منع التجول اختياري لسكان هذه المدن وبالذات أشدود. وأكبر دليل على ذلك سيد منير، يعني مع عنوانات صحيفة آرتس أو هآرتس اليوم بأن إسرائيل تواجه أسوأ أزمة أمنية منذ 6 سنوات، وسيستغرق الأمر كما قالت وقتا طويلا لإعادة المارد إلى القمقم. وهذا يمكن أكبر هاجس وخوف يعيشه هذا الكيان حينما نتحدث عن الخطر الوجودي بالنسبة له بهذه الهشاشة للمنظومة الأمنية والاستخبارية. شكرا جزيلا لك سيد منير منصور المتحدث باسم حركة كفاح، كنت معنا من الجليل. أستكمل الحوار معك أستاذ بسام الصالحي، ولا سيما بالمسار السياسي، في رسائل عدة بأبعاد هذه العمليات، إن كان للإسرائيلي إن كان أيضا لوحدة الصف الفلسطيني، وأيضا بالرسائل السياسية. يعني واضح من مواقف الفصائل الفلسطينية، مثلا سمعنا إن كان الحماس الجهاد، أنه أي عدوان مقبل إسرائيلي على المصلين ولا سيما على أعتاب شهر رمضان المبارك سوف يساهم ذلك بمزيد من تصعيد المواجهة. وكل الرسائل التي نقلت عبر الوسطاء كما قيل إلى غزة بإبعاد غزة عن القدس قد باءت بالفشل، وكأنه في جس نبض أنه في تحرك للمستوطنين بشهر رمضان ضد أهالينا الصائمين في هذا الشهر المبارك. اليوم ما هو أو ما هي المسؤولية على عاتق هذه الأطياف والمكونات السياسية الفلسطينية، سيما فيما يتعلق بالتنسيق الأمني الذي ضرب في العمق من خلال هذه العمليات؟ المطلوب بشكل أساسي في تقديرنا هو دعوة عاجلة للقاء يضم كافة القوى الفلسطينية. يتم ذلك من خلال منظمة التحرير، والتي هي يعني عمليا العنوان الرئيسي للشعب الفلسطيني، بأن يكون هناك لقاء يجمع كافة القوى الفلسطينية بشكل سريع وعاجل، يستأنف من خلاله الاتفاق الذي تم في عام 2020 في 3/9/2020 الذي كان اتفاقا مبنيا على مواجهة موحدة لصفقة القرن، علما أن صفقة القرن لا تزال قائمة حتى الآن وتنفذ بطرق أخرى رغم غياب ترامب عن البيت الأبيض. وبالتالي توحيد الحالة الكفاحية الفلسطينية من قبل الجميع سواء على المستوى الكفاحي اليومي أو على مستوى البرنامج والخطاب السياسي والتحرك السياسي، وأيضا في ظل أن هناك تطبيع متزايد ويتعمق مع الاحتلال ويأخذ أبعاد أكثر خطورة حتى من المظاهر التي ظهر فيها في عام 2020، ثم أيضا على قراءة التحولات والتغيرات الدولية الواسعة التي تجري. نحن في بعد الحرب العالمية الثانية الشعب الفلسطيني رغم الانتصار على النازية في حينه دفع ثمنا بتهجيره وبتقسيم أرضه وبالاحتلال، واستغلت نتائج هذه الحرب لصالح الحركة الصهيونية. الآن هناك حرب عالمية ثالثة تجري الآن، يجب علينا أن لا نكون مهمشين في ظل التحولات الدولية، ولكن أن يكون الشعب الفلسطيني موجودا على طاولة أي بحث لاحق تجاه قضيته الوطنية. هذا يتطلب تحرك سياسي فاعل، وحدة داخلية فاعلة تستثمر وتستفيد من الطاقة الكفاحية الموحدة للشعب الفلسطيني، وهي مخزون هائل وموجود ويثبت نفسه يوما بعد يوم. وبالتالي لم يعد مقبولا على أحد في تقديري أن يستمر هذا التجافي وهذا الانقسام، وأن لا يستمر أن لا يحصل لقاء فوري وسريع من أجل إعادة صياغة
التعامل. ما الذي يعيق عقد هذا الاجتماع أستاذ بسام صالحي؟ إذا كان في هنالك قضايا مركزية توحده، يعني كان في مطالب الأسرى، ما قاموا به أيضا بمسار معركتهم النضالية والمستمرة حتى الآن، تأتي أيضا العمليات الفدائية المتصاعدة في استهداف المستوطنين للمصلين داخل المسجد الأقصى وفي الأماكن المقدسة. إذا كانت كل هذه الأمور حتى بما جرى بمعادلات سيف القدس وما أرسته، ما الذي يعيق انعقاد هذه الفصائل حتى الآن بشكل واضح؟ في فريق معين، في إملاءات غربية، في وعود حتى أمريكية؟ لا أعتقد أن هناك أي تنظيم فلسطيني يعني لديه عقل يمكن أن يراهن على أي وعود أمريكية أو أي شيء من أي طرف آخر. بلينكن كان هنا قبل عدة أيام، هو كرر بيع الوهم الذي يعني قدم من قبل هذه الإدارة مرات ومرات، وهو لا يحمل سوى هذه البضاعة، بضاعة بيع الأوهام التي لم تعد تنطلي ويجب أن لا تنطلي على أحد. في تقديري لا يوجد أي سبب أو أي مبرر للتقاعس عن دعوة عاجلة يقوم بها الرئيس أبو مازن واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من أجل لقاء فوري موسع لكافة القوى الفلسطينية للتعامل مع التحديات القائمة. ودعيني أقول هنا بوضوح أن إسرائيل ستستخدم كل ما لديها من إمكانيات واستثمار للوضع الدولي والإقليمي من أجل تصعيد عدوانها ضد الشعب الفلسطيني. وبالتالي نحن يجب أن نواجه هذه المخاطر وأن نستفيد كما قلت من مخزون الكفاح الهائل لشعبنا الفلسطيني في إطار استراتيجية فلسطينية موحدة. لا أفهم أنا ولا أعتقد أن هناك أي مبرر يجب أن يحول دون ذلك. أستاذ بسام اسمح لي سأعود إليك، ولكن انضم إلينا أيضا في هذه التغطية ونرحب بالدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية معنا من رام الله. مساء الخير دكتور مصطفى، اسمح لي من المساحة الجغرافية بالمكان والزمان والتوقيت لهذه العملية البطولية التي قام بها ضياء، يعني الشاب ضياء حمارشا، في أيضا بالنسبة للإسرائيلي الذي كان يرفع مستوى التأهب إلى درجاته القصوى وتجاوز ذلك بعمق داره أو في قلب داره كما يقال في قلب تل أبيب. هنا أي رسائل ترسلها هذه العملية وأي ضربة تلقتها المنظومة الأمنية الإسرائيلية؟ أول مضمون هو الفشل. يعني الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تتحدث منذ أسبوعين عن احتمالية للتصاعد وتقوم باتخاذ إجراءات احتياطية وغير ذلك، وتتفاخر أمام العرب بأنها لديها أقوى منظومة أمنية في العالم، ثم تفشل فشلا ذريعا، ومش بس فشل واحد، فشل متكرر 3 مرات. هذا دليل على أنه إسرائيل لم تتعلم شيء من دروس الماضي ولا تريد أن تتعلم، ويعني يظن أنه إذا راحوا هدموا بيت المناضل حمارشي يعني هذا سيردع الفلسطينيين عن المقاومة، وهم هدموا آلاف البيوت في السابق. لكن الرسالة الأولى أن هناك فشل واضح. ثانيا أنه في معادلة الصراع بمقدور مناضل واحد فلسطيني أن يسبب لدولة الاحتلال خسائر بمئات ملايين الدولارات، وهذا مغزى أن ترسل إسرائيل الآن 14 كتيبة عسكرية جديدة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، 12 منها للضفة الغربية. هذا يعني أنهم سيتكلفوا تكاليف هائلة جدا، ولك أن تتخيلي ماذا يعنيها أنه إذا كان شخص واحد استطاع أن يفعل كل ذلك، صحيح، فماذا يستطيع أن يفعل ملايين الفلسطينيين؟ الأمر الثالث وهي رسالة مهمة جدا للذين اجتمعوا في النقب، يعني بعرفش يجوز بعضهم عنده أوهام أنه إسرائيل راح تساعده أمنيا، إسرائيل مش عارفة تحمي حالها، وبالتالي أنت تسبقني بالنقاط يا دكتور برغوثي، تحديدا بالرسالة للمطبعين ومن اجتمعوا في النقاب. طبعا يعني، وكمان هم إذا كانوا بيحلموا أنه بدهم يهمشوا القضية الوطنية الفلسطينية فهم يعني واهمين تماما. قضية فلسطين هي القضية المركزية للشعوب العربية كلها والقضية المركزية لهذه المنطقة، ولا يمكن لأحد أن يتجاوز الفلسطينيين. حاول ذلك ترامب ومعه نتنياهو بصفقة القرن، ويؤسفني أن أقول هنا ولا بد أن أشدد على ذلك أن إدارة بايدن تنفذ نفس صفقة القرن، لم تغير شيئا، كل وعودهم يعني لم تتحقق. قالوا سينقلوا، سيفتحوا السفارة القنصلية الأمريكية في القدس، لم يفعلوا، سيفتحوا السفارة الفلسطينية، لم يفعلوا. وعندما يأتي بلينكن ليجمع هؤلاء الوزراء معا في إسرائيل وبالذات في النقب وبالذات في سيدي بوكر حيث
حيث دفن بن غوريون الذي ارتكب أكبر جريمة حرب في تاريخ البشرية الحديث بعملية التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني. عندما يحدث ذلك هذا يدل على أنهم ممعنين في تطبيق نفس صفقة القرن، ولكن الرسالة من الشعب الفلسطيني أنكم لن تستطيعوا أن تهمشوا قضيتنا مهما فعلتم. على مدار 73 و74 عام حاولوا وحلموا أنهم يستطيعوا أن يصفوا القضية الفلسطينية وفشلوا المرة والأخرى بقوة المقاومة والكفاح الفلسطيني، بقوة الإرادة، بقوة الصمود. واليوم نحن في يوم الأرض، وهي لحظة نحيي فيها كل فلاح وكل مزارع فلسطيني صامد على أرض وطنه ونجح في الحفاظ على أرضه رغم كل التحديات التي يتعرض لها الفلسطينيون. بالتالي أنا برأيي من حيث الرسائل والأمور واضحة، من حيث الزمان كان مهم جدا ما جرى في ذلك التوقيت أثناء وبعد اجتماع النقب وأثناء وبعد محاولات تهميش القضية الفلسطينية أيضا بالانشغال بها عما يجري بها في أوكرانيا. ولكن هؤلاء هل قرأوا الرسائل دكتور مصطفى؟ بالنسبة لهم هل أعادوا الحسابات إذا كانت إسرائيل غير قادرة على حماية أنفسها من هؤلاء الشبان بما يمتلكونه من يمكن أبسط الأسلحة التي وصلت إلى أيديهم أو ما استطاعوا الوصول إليه بتنفيذ هكذا عمليات؟ هل قادرة إسرائيل على تأمين الحماية لهم إذا سيد الثقة الأمريكي فشل بذلك؟ الإسرائيلي قادر؟ لا طبعا، ويعني آمل أن يتعلموا الدرس ويدركوا أنه ليس من مصلحة أحد أن يدخل في حلف عسكري مع إسرائيل أو حلف أمني أو حتى حلف سياسي ضد أشقائه في المنطقة. يعني لماذا يعني هل بديش أسمي أسماء بلدان الآن، ولكن هل تريد بعض الدول العربية أن تستخدم التعاون مع إسرائيل ضد دول عربية أخرى؟ ما احنا بنعرف التناقضات القائمة. وهل يريدوا أن يجعلوا من إسرائيل حليف ضد إيران؟ طب ليش ما تكون علاقة طيبة مع إيران؟ وإيران يجب أن تكون على علاقة طيبة مع العرب. أنا لا أقول أنه ما فيش مشاكل، لا في مشاكل وفي تحديات، ولكن المدخل هو حل هذه المشاكل مع هذه الدول الأخرى وللتحالف ضد إسرائيل التي تشكل الخطر الأكبر ليس فقط على الشعب الفلسطيني بل على كل الشعوب العربية. هذا ما أدركه الأردن مثلا الذي رفض أن يشارك في اجتماع النقب، لأنه العاهل الأردني يعرف أنه التهديد الموجه للفلسطينيين موجه للأردن تحديدا، وتطبيق صفقة القرن كان الهدف منه جعل الأردن وطن بديل للفلسطينيين، وهذا ما يرفضه الشعب الفلسطيني والشعب الأردني. بالتالي على الجميع أن يفهم هذه الرسالة ويدرك أنه في نهاية المطاف إسرائيل لا تريد خيرا لأي من جيران من الدول المحيطة بها، وإسرائيل تحاول أن تفرض هيمنة إقليمية عسكرية وسياسية واقتصادية وتكنولوجية. وإن كان هناك اهتمام بمصالح شعوب هذه الدول فعليهم أن لا ينجروا وراء إسرائيل في مثل هذه اللقاءات. طيب دكتور مصطفى سوف أعود إليك أيضا بالنسبة لرهانات، لأنه في فشل أيضا استراتيجي برهانات الإسرائيلي بسياساته للأسرلة والعمل على تذويب خصوصا أهلنا في 48، وأن تأتي الهجمات المتتالية من هؤلاء الشبان كما ذكرت بالمكان والزمان تعني الكثير له ولمنظومته الأمنية وحتى لسياساته الاستراتيجية بالنسبة للتعايش أو مبدأ ما يسميه الأسرلة والتعايش. هذه جزئية نقولها إليك أستاذ بسام الصالحي، ماذا قالوا أهلنا في 48 الآن عند دخولهم على خط المواجهة المباشرة بالنسبة للإسرائيلي، وماذا تعيد بحسابات كذلك مسؤولي الكيان؟ هم يعني أعتقد أن من الظلم الكبير اعتبار أن نضال أبناء شعبنا في الداخل هو بدأ منذ في هذه الأيام. هذا نضال مستمر منذ نكبة 48. شعبنا الفلسطيني في الداخل حافظ على بقائه على أرضه، حافظ على هويته الوطنية، أعاد بناء شخصيته وكفاحه اليومي، وخلق يوم الأرض في عام 76 ووصل إلى البلديات وحارب ضد مجزرة كفر قاسم والعديد من المظاهر الكفاحية المتنوعة ضد القانون القومية الإسرائيلي وكل شيء. يعني أبناء شعبنا وكما قال كبار يعني قابلي أبناء هذا الشعب ومتنبيه في الداخل أن هذا الحجر الذي أهمله البناؤون أصبح حجر الزاوية في أيضا في الكفاح الوطني الفلسطيني. ولذلك أنا بعتقد بأنه المظهر الأبرز لكفاح أبناء شعبنا في الداخل هو مستمر ومتواصل ويتعزز يوما بعد يوم، وهو حي ولا يتجزأ من أبناء الشعب الفلسطيني. ومن الطبيعي جدا أن هناك خصوصية خاصة لهذا الكفاح
اليومي المستمر ضد الأسرى وضد الاحتلال وضد محاولة طمس الهوية الوطنية لأبناء شعبنا في الداخل وقياداته التي هي قيادات مجربة وحكيمة ولها باع طويل في ذلك لتستطيع أن ترسم وتطور بشكل كبير. والدعوة اليوم إلى يوم الأرض الذي هو كما قلت يعني هو إبداع فلسطيني من أبناء شعبنا في الداخل واستمرار روح التصدي في هذا اليوم والاندفاع الشعبي الواسع للتعاطي مع برامج لجنة المتابعة العربية وقيادة القوى الوطنية في الداخل هو أبرز دليل على أن هذا الشعب مستمر في كفاح اليوم. ولذلك الطبيعي جدا في رأيي أن يستمر هذا الجهد بوفق الآليات التي تتعامل بها قيادة الحركة الوطنية في الداخل ولجنة المتابعة العربية في التعامل مع كل الأشياء ومع كل الظواهر وتحول بشكل كبير دون أن يظهر وكأن الشعب الفلسطيني منقسم رغم اختلاف الساحات التي يناضل فيها. بالتأكيد في الداخل هناك خصوصية خاصة، في الضفة الغربية والقدس أيضا هناك خصوصية خاصة، في غزة خصوصية خاصة، ولكن المشترك الأساسي هو أن الشعب الفلسطيني موحد في كفاحه اليوم ضد الاحتلال. وهنا نتحدث يمكن عن سقوط نظرية الأخطر التي راهن عليها الإسرائيلي بالنسبة له، نظرية يمكن التنسيق الأمني أو نظرية التسويات. دكتور مصطفى البرغوثي، تأتي هذه العمليات ولا سيما بخصوصية الداخل كما أشار سيد بسام الصالحي لأنه جسدت عملية الخضيرة وقبلها بئر السبع وأتت الآن يعني بني براكة في تل أبيب بأنه فلسطيني الداخل المحتل عام 48 هم جزء أساسي من الشعب الفلسطيني، هذه القضية التي نشأت تاريخيا كجزء من قضية فلسطين. هنا رهانات التعايش، أتحدث بالبعد الاستراتيجي للإسرائيلي، أي فشل ذريع أصيب به؟ لأنه نتحدث عن شباب يشكلون اليوم المخزون الاستراتيجي للمقاومة الفلسطينية. الشباب الفلسطيني يمثل أكثر من 50% من الشعب الفلسطيني اليوم، سواء من أهلنا في الداخل أو أهلنا في الأراضي المحتلة أو في الخارج حتى. وكما قلت هذا الشباب يمثل مخزون نضالي عظيم لم يخدع بالأوهام حول المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، لم يخدع بالأوهام حول اتفاقيات جرت في السابق ومزقتها إسرائيل شر تمزيق، ولم يخدع بفكرة التعايش أو الأسرى التي تحاول إسرائيل أن تنفذها في بعض المناطق في الداخل. بالعكس، أهلنا وشعبنا في الداخل، يعني بحب أذكر أنه إسرائيل فرضت الحكم العسكري على أهلنا في الداخل منذ عام 1948 حتى عام 66، وبعد ذلك نقلوا الحكم العسكري للضفة الغربية وغزة بعد احتلال هذه الأراضي. والشعب الفلسطيني في الداخل مثل الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة والخارج يعيش كما ذكرت منظمات دولية عديدة لها احترام كبير كأمنستي انترناشنال، يعيش نفس نظام الأبرتايد والاضطهاد العنصري. صحيح. ما حاولت إسرائيل، كل استراتيجية إسرائيل قائمة على التفرقة والتقسيم. حاولوا أن يقسموا الشعب الفلسطيني الداخل لحال والأراضي المحتلة لحال والخارج لحال، وبعدين ظنوا أنه ببعض الاتفاقيات يمكن أن ينسى الفلسطينيون أهلهم وإخوتهم اللاجئين في الخارج. هذا كله فشل. اليوم حاولوا داخل الضفة الغربية وغزة أن يفرضوا نفس سياسة التقسيم والتجزئة، فصل القدس عن الضفة الغربية، فصل غزة عن الضفة الغربية، ثم تجزئة الضفة الغربية ل 224 جزيرة بالجدار الفصل العنصري وب 642 حاجز عسكري إسرائيلي وبالمستعمرات الاستيطانية وغيرها. ولكن ما الذي يحدث؟ النضال يوحد الفلسطينيين، النضال يشحنهم في لحظة واحدة، يصبح كل الفلسطينيين على نفس واحد سواء كانوا مقيمين في الناصرة أو حيفا أو عكا أو في رام الله أو الغزة أو في الخليل أو أي مكان آخر. بالتالي الدرس الأساسي من كل هذه الأمور أن وسائل إسرائيل في التجزئة والتفرقة فشلت، وأن بالعكس، وهذا ما رأيناه منذ شهر أيار من العام الماضي في هبة القدس، أن النضال الوطني يوحد الفلسطينيين. عندما كان الصراع على السلطة يقسمهم، جاء النضال ليوحدهم. وبالتالي أنا أعتقد أنه الذي يجري اليوم هو له مغزى تاريخي كبير من حيث فشل الحركة الصهيونية، فشل المشروع الصهيوني. المشروع الصهيوني كان قائما على فكرتين، الفكرة الأولى الاستيلاء على الأرض بالقوة، وفعلوا ذلك بالقوة العسكرية، والعنصر الثاني طرد الفلسطينيين وتهجيرهم من أرض وطنهم، وفشلوا في ذلك لأنه بقي الفلسطينيون
اليوم عدد الفلسطينيين على أرض فلسطين التاريخية إذا جمعنا أهلنا في الداخل مع الأراضي المحتلة يزيد قليلا عن عدد اليهود الإسرائيليين، وهذا أمر لا تستطيع إسرائيل أن تتجاوزه ولا تستطيع أن تنهيه بأي شكل من الأشكال. بالتالي هذا الصمود والبقاء له مغزى كبير عندما يكون ليس مجرد وجود ديموغرافي سكاني، وإنما وجود ديموغرافي مقاوم ومكافح ومناضل. واليوم بالذات يوم الأرض هو ماذا، لماذا يرمز؟ يرمز في الأساس إلى تلك الوحدة الرائعة الفلسطينية، لأنه يوم الأرض صنعوا أهلنا في الداخل ونحن ندين لهم بهذا الفضل، ولكن هو أصبح يوم وحدة النضال الفلسطيني في كل مكان، وهذا هو مغزى الأمر. وعندما يجري ما يجري الآن من نضال ومقاومة بالذات في هذا اليوم فهذا له معنى كبير. دكتور مصطفى، أنا سأختم بالمشهد الآني، لسيما مع تسارع هذه الأحداث، هذه العمليات بالمسار العمل المقاوم كما ذكرت، يمكن إن كان بخصوصية الضفة أو بخصوصية الداخل وحتى في قطاع غزة، المساندة، الرسائل التي تصل من المقاومة وفصائل الفلسطينية في غزة. هل نحن نشهد قدس، أو نحن على أبواب رمضان، يعني قدس، سيف القدس 2، أم الأمور تذهب باتجاه آخر لأنه الإسرائيلي غير قادر على تحمل التبعات، ولا سيما أن أصداء سيف القدس لا تزال أصداؤها مستمرة على كافة المستويات في داخل الكيان؟ في هذا المجال الحسابات يقدرها المناضلون بشكل صحيح، وأول الحسابات أن تكون خسائر الخصم أكبر من خسائرنا، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، نعم أنا أعتقد أنه يوم رمضان، شهر رمضان الفضيل سيكون شهر القدس بامتياز، وشهر تعزيز النضال الوطني الفلسطيني بكل الوسائل وبكل الإمكانيات. هم مصابون بقلق وهلع شديد الآن، فعلا في حالة هلع وحالة رعب، وعليهم أن يدركوا الأمر الأبسط والأسهل إذا أرادوا أن يفهموا، أنه لا يمكن أن يكون لا استقرار ولا أمن ولا سلام في هذه المنطقة دون أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه في أرضه وفي حريته وفي إسقاط نظام الأبرتايد والتمييز العنصري. نحن نعرف أن هذا لن يحدث في يوم وليلة، ولكن تصاعد واستمرار النضال الوطني الفلسطيني، واليوم يعني الشعب الفلسطيني يستجمع قواه ايضا للتصدي للمستوطنين. الان هناك اعتداءات للمستعمرين المستوطنين في اماكن عديده، واغلاق للطرق واغلاق للحواجز، لذلك المعركه مفتوحه على مصراعيها. بس انا متاكد انه في شهر رمضان نحن سنحيي ذكرى المعركه الكبرى التي جرت في ايار الماضي، وانا متاكد انه سيكون شهر يتوحد فيه الفلسطينيون مره اخرى ويؤكدوا نضالهم وكفاحهم، ويؤكدوا أمرين، أنه لا صفقة القرن ولا لقاءات النقب ولا غيرها ستنجح في تهميش القضية الفلسطينية، وأيضا سيؤكدوا أنه ما جرى في أوكرانيا وما نراه اليوم من ازدواجية في المعايير ونفاق دولي للأسف يجب أن يجري تحديه، وأن يطالب العالم الآن بفرض عقوبات ومقاطعة على إسرائيل على جرائم هائلة ارتكبتها منذ عام 48 تجاه الشعب الفلسطيني. وإذا أرادوا هدوء وأمن عليهم أن يعرفوا أن الطريق إلى ذلك فقط يمر عبر تلبية حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني وليس عبر الخداع والأوهام. هل لديك أستاذ بسام صالحي نفس المقاربة بالنسبة للمقبل من الأيام؟ يعني نحن نتحدث عن إحياء الذكرى الأولى لسيف القدس بنفس الفعالية، بنفس المعادلات، أو بمرحلة جديدة عنوانها أكبر وأشمل وأوسع في المواجهة؟ أستاذ بسام، يبدو أننا فقدنا، تسمعني الآن؟ مسموع. سمعت سؤالي بشكل واضح؟ نعم، السؤال واضح. تفضل. نعم، أنا أعتقد بأنه نحن أمام تحديات خطيرة كما قلت، وهناك أيضا آفاق واضحة لي رغم كل صعوبة الوضع بأن يكون هناك توحد كافي من قوى الشعب الفلسطيني في كل مكان من أجل مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. وربما أن الظروف اليوم على صعوبة الحالة العربية وصعوبة الوضع على المستوى الدولي، ولكن التجربة علمتنا أن الشعب الفلسطيني بإمكانه أن يقلب الأوراق ويغير المعادلات في ظل وحدته وفي ظل استثمار مخزونه الكفاحي بصورة موحدة وبخطة موحدة. ولذلك نعم، نحن نعتقد بأن الوقت مناسب الآن من أجل المسارعة إلى اجتماع واحد موسع للجميع
يتم في تداول كيفية التعامل مع الأوضاع القائمة وتحويل الحالة الكفاحية لأبناء الشعب الفلسطيني فقط باتجاه واحد وهو إنهاء الاحتلال ونيل حقوق شعبنا الفلسطيني. ويحضرني بهذا اليوم الخالد تلك المقولة المعروفة لشاعرنا الكبير محمود درويش والتي قال فيها أن كانت تسمى فلسطين وصارت تسمى وستبقى فلسطين. تسمى فلسطين هذه صحيح. هي الحقيقة الوحيدة القائمة. شكرا جزيلا لك وعلى حسن الختام يا أستاذ بسام الصالحي مع شاعرنا محمود درويش الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، كنت معنا من رام الله. شكر موصول لك دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، كذلك كنت معنا من رام الله. الشكر موصول لضيوفنا من كانوا معنا في هذه التغطية، سيد منير منصور كذلك المتحدث باسم حركة كفاح كان معنا من الجليل، والزميلة هناء محميد مراسلة الميادين في إحياء ذكرى يوم الأرض بعد 46 عاما. شكرا الأكبر لكم دائما مشاهدينا الأكارم على طيب المتابعة. هذه التغطية انتهت، في أمان الله.